يا اهلا وسهلا، العرايس الجداد. اتجوزتي يا حلوه؟ اتجوزتي يا بيضه؟ عملتي الهاني مون؟ بسطتي؟ هديتي؟ بطيتي؟ كنتي هتموتي على الجواز. اتجوزتي؟ حلو الجواز؟ جوزك حلو وانتي حلوه؟ الف مبروك يا حبيبتي كده، وربنا يبارك لك ويكرمك ويرزقك الذريه الصالحه يا رب. مين بقى اللي دخل في دماغك وعلمك او فهمك انه جوزك ده يشتمك، يمرمطك، يبهدلك، يقول فيك اللي هو عاوزه، وانتي سكوتي وهدي وطنشي ومش مهم، خلي الدنيا تمشي، ما كل الرجاله كده. لا، مش كل الرجاله كده. اللي بيقولولك الكلام ده يعني ما شافوش رجاله، اللي طول الوقت يقول لك خلاص ده العادي، ما كل الرجاله بيشتموا مراتاتهم وبيضربوهم وبيهزقوهم وبيعملوا. لا، انا اسف، انت كده يعني مفرطه، مش في كرامتك ولا في الايجو، لا لا لا، انت مفرطه في ادميتك. انت كده انت اسمك ايه؟ اسمك داليا، هدى، سالي، رنا، دعاء، دينا، اسمك ايا كان، انت مفرطه فيكي شخصيه. يعني انت كده رميتي نفسك في الزباله. لو انت هتفضلي تسمحي لجوزك ان هو يشتم ويهزق ويصحى متجهم ويدوس عليكي ويبهدلك وما تتكلميش وما تنطقيش وما تقوحيش وما تجادليش وما تنطقيش، وانا الكلمة اللي اقولها هي اللي تمشي، وانا الكلمة اللي اقولها هي تعمل، وهو كده، والناس تقعد تقول لك معلش معلش معلش، عدي 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 عشان الدنيا تمشي. طب ما هو ما يعدي هو ويتكلم باحترام عشان الدنيا تمشي. الدنيا مش هتمشي كده، ومهما مشيت هتيجي في وقت وهتقف. وطول ما انتي كل ما هتفرطي في حقك، وكل ما هتفرطي في كرامتك، وكل ما هتفرطي في شخصيتك، وكل ما هتفرطي في نفسيتك وفي صحتك النفسية، كل ما حياتك هتبوظ، وعيالك هيتعقدوا، وانتي هيبقى فيكي جواكي كل كلاكيع وعقد الدنيا. ليه يا حبيبتي؟ وجوزك مش هيبقى مبسوط، وهتستحملي وهتاكلي الا مؤاخذه اسمه ايه ده، لا هتاكليه وهيديك على دماغك وياكلك اكتر. ما يحترمك. الموضوع اسهل، الموضوع بسيط يا جماعه. يعني مين اللي دخل في دماغكم وعمل لكم برمجه عصبيه ولغويه انه خلاص هو الراجل لازم يبقى كده؟ لا، الراجل مش كده. لا، الراجل مش لازم يبقى كده. الراجل ممكن يبقى راجل محترم جدا، لطيف جدا، بيتعامل مع مراته بمنتهى الشياكة والرقي، هو بره بيتعامل بشياكة ورقي، ويجي معاها هي يبقى يعني فردة شراب مقلوب في وشها ليه، وبره يبقى كيوت وشيك جدا وحاجة ما حصلتش، ويجي قدامها يبقى عرباجي ليه؟ ليه؟ وتقبلي بكده ليه؟ تقول لك مع اصحابه لذيذ جدا، الناس كلها الناس كلها بتقول عليه فظيع. ده نسمة، ده فظيع. ليه؟ ليه تستحملي؟ تبقي انت شايفة الوش لا مؤاخذة ده، وبره الناس كلهم يعني ايه بيلوموكي، ليه تستحملي؟ تستحمليش ليه؟ اقفي. لا، مش هكمل. خايفة من ايه؟ اصلك هتخلفي عيل واتنين وتلاتة وهيسيبك. طول ما بتاخدي على دماغك وبتسكتي، وتاخدي على دماغك وبتسكتي، هيقوم ده وديكي بقى على الكبيره بقى في الاخر بعيالك بقى كده، بعبلك بقى كده باربع خمس عيال، هيقوم سايبك ورايح لواحده تانية خالص. صوني كرامتك يا بنتي. انا ما بقويش الستات على حاجه، انا بقول لها لازم جوزك يحترمك. مفيش حاجه اسمها هو يديكي بالجزمه وانت تشيليه في عينك او تشيليه فوق راسك، لا، هو يشيلك فوق راسه وانت تحطيه في عينك، او العكس، هو يحطك في عينه وانت تشيليه فوق راسك. في كده في حب واحترام متبادل. مفيش حاجه اسمها
هو يديكي بالجزمه، هو يشتمك، هو يمرمطك، هو ما يردش عليكي في التليفون، هو يكلمك من طراطيف مناخيره، هو يبخل عليكي بمشاعر وبفلوس وبكل حاجه، وانت تدي كل حاجه. يا هبله، مش حاجه اسمها كده. لا، ما خدناهاش دي لا في دين، ولا شفناها مع اهالينا، ولا شفناها في بيوت الناس المحترمه. في حاجه اسمها جوزك يصونك ويشيلك فوق راسه، وما يبقاش لسانه طويل، ما يمدش ايده عليكي، ولو مد ايده عليكي تقفي، تقفي وتاخدي واقفه، تعملي واقفه عشان خاطر نفسك وعشان خاطر عيالك. انا لسه في حلقه من الحلقات واحده بتحكي انه هي كرهت امها عشان امها استحملت، طلعوا كل هي واخواتها طلعوا كلهم عقد وكلاكيع من كتر اللي امها استحملته. بيقوموا من النوم عندهم كوابيس، بيكرهوا الرجاله معقدين من كتر اللي ابوهم عملوا في امهم. وفي الاخر لموها قالوا لها تستحملتي ليه وتعيشينا في الجو ده طول عمرنا ليه؟ مين قالك ان احنا كنا عايزين نعيش في الجو ده؟ فانت ما بتضحيش، انت ما بتضحيش، انت بترمي في نفسك وبترمي عيالك في التهلكه يا حبيبتي. ده قمه الحرام. انتوا لا تلقوا بايديكم في التهلكه، انت بتلقي بنفسك وبعيالك في التهلكه. هيحترمك تكملي وتشيليه فوق راسك وتصونيه، مش هيحترمك وهيضربك وهيهزقك وهيشتمك وهيعملك، امشي، اقفي، قولي لا لا، مش مضطره. الرزق ده بايد ربنا. ده ممكن تبقي انت، يعني انت لو انت متخيله ان هو ده بقى المحاياه معاه، بضربك، ببهدلتك، بمرمطتك، بطردك في الشارع، ناس ده بيطردوهم الساعه 2 بالليل يا جماعه، ده بينزلوهم بهدوم البيت الساعه 2 بالليل، ده بياخدوا فلوسهم وبيعضلوهم وبيضربوهم، وبعدين يقول لها وهو كده واذا كان عاجبك. مين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الدنيا حالها تشقلب. وبعدين انت يعني انت محافظه على نفسك، انت كده محافظه على نفسك، يعني انت كده ايه هتحافظي على ايه؟ تقول لك اصل حافظ على البيت. انه بنتي مطروده يا ماما، ده انت مطروده في الشوارع يا حبيبتي، ده انت مضروبه، ده انت مبطوحه، ده انت بتروحي الشغل عينك مزرقه، ده انت بتشتغلي وبتضربي وبياخد فلوسك. ايوه، في طبقات كده، تشتغل، تنزل تشتغل ويروح ياخد فلوسها، يديها بالبوكس في عينيها وياخد فلوسها يصرفها على مزاجه، وتنزل تشتغل غصب عنها وتقول لك اصل ما اقدرش اسيبه، اعمل ايه من غيره؟ انت بتصرفي عليه وهو بيصرفش عليكي جنيه، وبيضربك، بيضرب عيالك، وبيشم بودره وبيضرب حشيش. في طبقات، في كتير كده، طبقات عاليه وطبقات واطيه وطبقات متوسطه، بيعملوا كده. مكمله ليه يا حبيبتي؟ عشان العيال يتربوا يعني بين ابوهم وامهم. انت يا ماما انت حوله، انت حوله حبيبتي، انا اسفه. يعني يتربوا بين مين ومين وهو موجود؟ لا بيجي، لا وقف جنبك في اي حاجه، نفع عيتي، طبطب عليكي، لا. طب انت عايزه ايه؟ يا يعني مستحمله ايه؟ هتاخده يعني اللي انت شايفاه دلوقتي، اضربيه في 10 و20 و30 و40 كمان كام سنه لما تعجزي. ده انت كده في حلاوه، في عزك وفي عز حلاوتك، وبتضربي بالبلخ. انا اسفه يعني، معلش، احنا مع بعضينا بالليل كده بنحكي، ده طبعا مش كلام تلفزيونات، ده كلام كده ستات مع بعضيهم. سخنيش الستات، لا حضرتك محترم، سخنهاش عليك، محترم تشيلك في عينيها وعلى راسها وتدلعك وتهننك وتعمل لك كل ناس، طالما انت راجل محترم على راسنا من فوق المحترمين. انما راجل قليل الاصل ما ينفعش معاه الاحترام. هو كده تاخد كده واحده زي البتاع اللي انا هديها لكم دي، سكه تك، دوسي كده على البتاع تك وتروحي، اقفلي الستاره سودة. اقسم بالله العظيم، عارفه لو عملتي كده، انا بقول لك اهو،
اول ما تعملي كده مش هكمل، مش هكمل بالاهانه والمرمطه وقله الادب وقله القيمه دي، مش هكمل. اول ما تقولي مش هكمل هيتعدل بس كده.